سعيدة لبنما لن يكون في المجموعة الثالثة لأن المكسيك في نفس الاتحادية لذلك مرة أخرى نتخطى المجموعة ونذهب للمجموعة السابعة ونطلب من كارلس تأكيد ذلك. المركز الثاني من المجموعة السابعة للتأكيد منتخب بنما في أول كأس عالم لهم سيكون ذلك مباراة الأولى أمام بلجيكا في نفس المجموعة أيضا تونس وإنجلترا. فابيو لو سمحت اليابان أو كوريا. منتخب كوريا إذا لعب نصف النهائي عام 2002 في بلد بنيو على أرضه ونعود إذا للمجموعة السابعة المجموعة السادسة لهون التأكيد. المركز الرابع من المجموعة السادسة لكوريا مع السويد المكسيك وألمانيا. منتخب واحد فقط متبقي من المفروض أن يكون اليابان. فابيو دعنا نؤكد ذلك. أتمنى أن تكون اليابان فعلا. اليابان ممن يشارك المرة السادسة تواليا في كأس العالم الكرة الأخيرة لتحديد المركز كابس. المركز الرابع من المجموعة الثامنة منتخب اليابان مع بولندا سنغال وتونسيا. هذا ينهي إذن قرعتنا.